وقال لي انا ودي هاد الشيء راه في المستوى و انت احنا كننتظروا ان شاء الله خير. وانتم والله تزيان انتم والله مادام انه الفكره يعني كثروا ربما مستقبلا ان شاء الله غادي نشوفوا على انه كاين. وكنحيي مره ثانيه السي حسن النجمي من هذا المنبر الحفاوه الاستقبال. نعم ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سي بنيسي. لا ديما ملي كيكون خصو يكون جماعي ديال الفنان ديال الباحث وديال الجمهور كذلك باش يمكن يتقدم هذا الطبق الفني الاصيل يعني بشكل جيد لجمهور اخر ونضمنوا الاستمراريه ديالو. هذا هو الهاجس. حتى التلفزيون كيما قلتي مود لحظات خاصو يبذل مجهود على اساس انه يعطي الامكانيه ديال كل الناس المشتغلين باش يحسوا براسهم راه كيديروا شي حاجه. لان عيطه في هذا المستوى خاصه 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 اعلام وخاصه اللي واكبها اللي واكبها. نعم نعم نعم. من غير هذه الجديده سي صالح شنو اخر كاين؟ كاين البوم جديد كنحضر فيه حاليا. نعم. باش نواكبوا العصر. اغاني راه كتشوفها كاينه العيطه. نعم. وكاين الاغاني الشعبيه المعاصره باش نبقاو مسيرين الوقت. تحيه السعداوي وما نساوش ايوب الشيخ ايوب. تحيه الفتاح النهري صيك. كان جاذب الدمعة نبكي طول عمري ايامي والسعد اللي جمع عواد ورالي في الهم نصوري تالكبري غير نصبر انا ربي غيف الراد ربي غيف الراد. ايامي وسعت اللي جمع عواد راني في الهم من صغري تالكبري غير نصبر انا ربي غيف الراس ربي غيف الراس. نقاش صباح مستمعينا ومستمعاتنا مازال معكم مباشر على موج ام اف ام. شكرا لكل المستمعين والمستمعات اللي كيتبعوا معنا هذا الحصه المباشره دائما مع هشام المغاري. فيقي مع هشام صباح الخير يا بلادي. سي صالح مزابي ضيفنا في هذه الحصه في ضيف هذا الصباح. سي صالح حنا معك.
والمستمعين معنا يمكن لهم يتواصلوا معك عبر 0524 43 26 02 او 03. ما فيها بس ابراهيم داليا نحيو ايضا هذا الصباح. شكرا لك على تحيه. اهلا وسهلا. تحيه للمستمعين والمستمعات اللي دائما يتابعون هذه الحصه. شكرا لك يوسف. اهلا وسهلا. مرحبا بعلي وحمان نبيل. تحيه لك عادل يعقوبي طه الورزازي حذيفه. شكرا بويكي دارن. تحيه لكم جميعا. الحضور ديال العيطه في المهرجانات سي صالح. الحضور ديال العيطه في المهرجانات كاين كاين واحد الخلل. كاين لان كتلقى مهرجان ديال العيطه كتلقى فيه مجموعات. ربما اسمح لي نقاطعك بسرعه غتقول الفكره ديالك ولكن ربما هناك من يستسهل العيطه يعني كتجيها سهله يغنيها وتسمى تورات ديال العيطه والصلاه والنبي. لا بالعكس ما كيستسهل يعني كلشي كيفهم في العيطه وكاع اللي كيطلعوا للخشبه كتلقى مهرجان ديال العيطه ولكن ملي كتشوف البلاطو كتلقى الناس ماشي ديال العيطه. ايوا هادشي اللي قلت انا. كتلقى الناس كيغنيوا اغاني اخرى. نعم. يعني بخلاف الناس ديال العيطه اللي خاصهم يكونوا في هذاك المهرجان. نعم. ناعسين ما خدامينش. نعم. طيب الشباب ديال العيطه الان واش سي صالح كيكون شي شباب باش كنضمنوا هكذا الاستمراريه ديال هذا الفن؟ بطبيعه الحال كنكونوا شباب. كيفاش اشرح لي اكثر حاول تجاوبني بالتفصيل باش كيجيو عندي شباب اكثر فائده. كنمشيو للخدمه كنديو معنا شباب ضروري كيكونوا معنا شباب صغار اللي كيتلقنوا هما كيحبوا العيطه وكيمشيو معنا. نعم. كيسمعونا حنا خدامين وكيتلقنوا. وبعض المرات كيحضروا معنا للتمارين كيجيو معنا للتمارين. حنا كنقراو هذا الشيء ملي كنشوفوا شي واحد كيباغي يتعلم كنفتحوا ليه الباب كما تفتحوا لينا انا شويه اخرين. نعم. حنا ماشي تعلمنا لحقنا وتعلمنا حنا فتحوا لينا الباب على من يد على يد من تعلم سي صالح؟ وتعلمت المشيخه ديالي انايا عندها واحد السلسله طويله. كانت البدايه ديالي انا في الحي المحمدي. جميل. خدينا بعض الشيء من عند المرحوم المعاشي الله يرحمه. ومن بعد انتقلت لدرب السلطان. خدمت مع عده شيوخ وكانت منهم اللي خديت منه بزاف وشيخ ديالي انايا المرحوم الحلاوي الله يرحمه. نعم. وكنا كنديروا جلسات مع السي عبد العزيز ستاتي. نعم. استفدنا منه حتى هو يا الشيخ كبير وقلب كبير. نرجعو معك سي صالح. العمل ديالك اللي على وديتو جيتي للاستوديو ديال الاذاعه وتنقلتي من الدار البيضاء الى هنا من اجل تقديمه للجمهور، شنو امنيتك فيه؟ شنو الغايه فيه؟ لانه بذلتي فيه مجهود كبير باش يمكن لك توصلو. هناك من اعتبره سيمفونيه كما قلتي او ملحمه، وهناك من اعتبره امتداد للاغنيه ديال العيطه من خلال التجربه ديالك انت والاخوان اللي مشتغلين معك. هو فيه ميساج، فيه رسالة للشباب. نعم. في
في رسالة الشباب كنعطيهم أحداث تاريخية باش يعرفوا البلاد كيفاش المعاناة اللي قاوموا عليها الناس وقاوماتوا عليها الرجال باش ولات البلاد وصلت لهذا المستوى اللي بالخلاف في العالم العربي. كاين دابا كاين صراعات في المغرب الحمد لله كاين ما كاينش المشاكل ما كاينش هذا وذلك راجعون الى داك الشيء اللي قاموا به المقاومين. نعم اذا هذا امتداد ربطتي ما بين تاريخ الماضي وحاولتي انك تصنعوا للمستقبل. غادي نسمعوا العمل ديالك وكنشكرك سي صالح المزابي على حضورك معنا في الحصه ديال اليوم البرنامج. شنو ممكن لك تقول للجمهور في الختام؟ وكنشكر الجمهور ديالي اللي كيتواصل معايا وكيشجعني وفي داخل الوطن وخارج الوطن. وكنحيي مره ثانيه سي حسن نجمي اللي استقبلني وفتح لي الباب وفرحني اتلاجة صدري. انا العمل ما مشاش ما ضاعش ونتمنى على الله يمشي تاني بعيد يسمعونا المسؤولين ويهتموا بهذه العيطة هذه راه فيها تاريخ ديال المغرب. إذن بها إن شاء الله نختم حصة اليوم سيداتي هشام غاري من أم أف أم.